كما شاهدتوا المباراة كانت شيقة، كان فيها إيقاع، كانت فيها ندية، كانت فيها محاولات. هذا الشيء كنا منتظرينه لأن الفريق الليبي هو فريق متمرس. كان عندنا شوية ديال التخوف من الضغط المباراة الأولى، كتعرفوا أي منافسة كبيرة تتكون فيها هذا المشكل، ولكن الحمد لله استطعنا باش نخرجوا بهذه النتيجة إيجابية اللي غتحدد المسار ديالنا في هذه البطولة.